من ضمن الحاجات برضو اللي بتعالج المنطقه دي حاجه التير تراف او الهالات السوداء. الهالات السوداء في بعض الناس بيكون عندهم تجويف او منطقه غائره داخله لجوه. المنطقه الغائره دي لما اشوفها من بعيد احس ان عينيها داخله لجوه، عندها اسمرار تحت العين كان عندها هاله هاله حوالين عينيها. هي فعليا هي مش هاله، هي منطقه تير تراف او تجويف داخل لجوه. تملي بقول لها زي رمل البحر، الموجه اللي في الرمله، الرمله والموجه دي بتبان كانها غامق وفاتح، بتبان كانها غامق وفاتح. هل الرمل غامق؟ لا، الرمل مش غامق، هو انعكاس الظل عشان المنطقه داخله لجوه عامل انها غامقه. مجرد ما هفردها هتلاقي المنطقه رجعت لطبيعتها. فاللي من ضمن الحاجات اللي بتتعالج في جلسه واحده هو الفيلر تحت العين لعلاج الهالات. لو واحده عندها هالات تحت عينيها وحظها ان هو تير تراف او منطقه غائره، جلسه واحده بس، نص حقنه ونص حقنه، هتعالج لها منطقه، هتخرج واحده تانيه تماما. من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن نعالجها عن طريق الجلسه الواحده البلازما، الفيتامينز، النضاره البشرتي، كل الحاجات دي في جلسه واحده ممكن تلاقي نتيجه. يعني واحده تقول انا عندي ايفنت يا دكتور، انا عندي مناسبه، انا عندي فرح ووشي شاحب شويه وعايزه وشي يبقى شكله كويس، هنحقن حاجه جديده اسمها كولاجين بيور، يعني سرنجه زي سرنجه الفيلر، بس هي مش فيلر، مش هتدي امتلاء، هتدي نضاره للبشره، عباره عن هيلورونيك اسيد، بس جزيئات الهيالورونيك اسيد اللي موجوده في الفيلر ماسكه جامد قوي في بعضها. تاني بقى يعني الكولاجين بيور دي حقنه لو انا مزنوقه وراها فرح وعايزه كده عايزه كويس، عايزه وش تبقى دوش في وشي كده بسرعه. بالظبط. وبتروح بعد قد ايه؟ لا هتقعد معايا، هتقعد معايا كذا شهر، كل ما هحافظ عليها واشرب ميه كتير واحط سان بلوك وهحط كريم نايت كريم بيغذي البشره هتقعد معايا. اوكي. يعني هي مش هتروح في خلال اسبوع اتنين، لا ممكن تقعد معانا فتره اطول شويه. فبرضو جلسات النضاره من ضمن الحاجات اللي بتدي لوك كويس جدا، وفي جلسه واحده هي والهالات السوداء من ضمن الحاجات برضو اللي بتجيب نتيجه كويسه.